البرلمان. دولة رئيس الوزراء يا فندم. ايوه يا فندم. عمال العنابل عاملين دوشه كبيره قوي، اتخذوا كل الاجراءات ووقفوهم عند حدهم. جاني دلوقتي تقرير بيقول انهم حرقوا العربيات وعطلوا القطارات وقطعوا التليفونات. يا فندم نفتح عليهم النار. امرك يا باشا. ادي يا سيدي جواب صاحبتك اللي في مسرح رمسيس، وادي جواب خطيبتك. شاكر قوي. انت فين يا اخي؟ قلبت. اهلا يا ابراهيم. اتفضل يا سيدي جواب بنت عمك نجوى. مدهش يا محمد، مفيش حد عارف منا يوصل لاسلوبك اللي بيشعل العواطف. مع ان عمره ما حد. انا حبيت بالمراسله. يا اخي انا مش فاهم ايه لازمه الجوابات دي. دي نجوى بنت خالتك وبنت عمك كمال باشا المانستيرلي، يبقى مؤكد بتشوفها كتير. يا سيدي الخناقه واخده حقها بين العيلتين. مصير حبكم يجمع الشمل. يا ريت يا محمد، يا ريت ان شاء الله. محمد حاجه كده على ما اقسم. ايه ده يا ابراهيم؟ دي اهانه، ده احنا اخوات يا اخي. طب اسمع يا محمد، نجوى طلبت مني اشوف مدرس عربي لاخوها، تقدر تديله دروس؟ وهيدوك 5 جنيه في الشهر. 5 جنيه؟ اه ده انا اديله وادي لابوه كمان. طب يلا بينا. ادريس يا ادريس. نعم. محمد افندي عبد الكريم. اتفضل يا فندم. Thank you.
افندي عبد الكريم؟ ايوه يا فندم. انا نجوى المنستر. ايوه عارف. قصدي اهلا وسهلا. لا ايوه عارف قصدي. عارف ايه؟ عارف ان انا نجوى؟ المفروض انك تعرفني على طول. ابراهيم قال لي انه وراك صورتي وانه بيحكي لك عني. ايوه بس ما بس ايه؟ انا مش شبه الصوره؟ طب قول لي بقى انه احلى؟ انا ولا الصوره؟ يعني حضرتك طبعا. يعني تحس انك قاعد في بيتك. بيتي؟ حاول. بابي اهلا بابي. اعرفك محمد افندي عبد الكريم مدرس العربي بتاع فؤاد. بابي معالي الباشا كمان باشا المنستيرلي. تشرفنا معالي الباشا. محمد افندي انا مبسوط اني اشوفك. نجوى قالت انك مدرس شاطر وانك نجحت ميرفت بنت سليمان باشا بعد ما سقطت 3 سنين ورا بعض. عشان كده يا فندم انا كمان عايزاه يدرس لي. مدرس العربي بتاعنا اللي في الليسي مش بفهم منه اي حاجه. وما بتقوليش من زمان ليه؟ خلاص محمد افندي انت مسؤول عن نجوى كمان. انا عاوزك تديها كل اللي عندك. انا عاوزها تكون مبسوطه على الاخر. تصور يا بابي بيت عمي عاوزين يدرس لابنهم ب4 جنيه في الشهر. ايه؟ لا مستحيل. محمد افندي انت اذا دخلت بيت الناس دول ما تخشش في بيتي. خلاص يا فندم ما مش هدخل. اسمع محمد افندي خد انا هدي لك 10 جنيه في الشهر على شرط انك ما تحطش رجلك في بيت الصعاليق دول. اتفضل. تحت امرك يا معالي الباشا. ميرسي يا بابي قوي قوي. امال فين فؤاد؟ قصدي فؤاد بيه؟ فؤاد؟ اخو حضرتك. لا انا اللي هبتدي الاول. اتفضل. ياما. اما ايوه كجيت يا محمد. تعالي يا اما تعالي. تعالي تعالي فوري جت خلاص. تعالي دوقي وكلي وطبخي واعملي اللي انت عايزاه. فوري جت خلاص. ايه يا اما هو كوز ده على طول في وشي كده؟ ما تشوفوا له بيعه من بتاع الساكسونيا ولا حاجه. ربنا يرزقك يا ابني وتجيب المتحف ان شاء الله يا اما ان شاء الله. امال فين ابويا يا اما؟ فين ابويا؟ قاعد جوه في التراسيل. تعالى الحق يا ابو محمد. يا اما تعالى شوف ابنك جايب ايه. اتفضل يا اما. علبة دخان اهي غير اللي انت بطلته عشان. تعالى شوف يا ابو محمد ابنك محمد جايب ايه. يا ما جاب الغراب لامه. يابا بدل ما تقول لي كلمة حلوة ده أنا فرحان اللي ابتديت أكسب وأساعدك. قول له يا محمد شكلها إيه بنت الباشا اللي بتديها درس دي؟ شكلها؟ هيكون شكلها إيه؟ بني آدمة زينا زيها. أنا سمعت إنها جميلة قوي. أنت ما بتخافش منها وأنت قاعد بتديها الدرس؟ أخاف من إيه؟ ده حتى تلميذة بليدة. لا مش قصدي. طب انا خايف عليك يا محمد. اللي درسناه ان الجمله الاسميه بتبتدي ب الجمله الاسميه بتبتدي باسم. طبعا بنسمي اللي بيجي في الاول المبتدا وبعدين بعد كده بيجي الخبر. غريبه. انا اعرف عنك كل حاجه لكن ما كنتش اعرف ابدا انك بتتكسف. ايه ساكت ليه؟ مش عايز تعترف انك خبير؟ خبير في ايه؟ ابراهيم قال لي انك خبير في شؤون الحب. انا بس النوع ده من الرجاله ما بيتكسفوش. ايه ساكت ليه؟ مش عايز تعترف انك خبير؟ وقال لي كمان انك بتعرف 10 بنات في وقت واحد. انا ياكلوا اكل كل يلعبوا لعبه. نجوى ايوه اقري الكلمه دي من فضلك. اسال محمد افندي اخويا فؤاد. اهلا فؤاد بيه. اهلا.
وبهذا الإيمان استطاع العرب أن يؤسسوا دولة قوية. أن يؤسسوا دولة قوية. وبهذا الإيمان استطاع العرب أن يؤسسوا دولة قوية تنشر كلمة الحق وتدعو إلى المحبة والإخاء والمساواة. الدنيا بدأت تحرر. أنا مش سايقة روحي. المؤاخذة ما ايه ده انت طويل قوي. شوية. ده انا اطول من ابراهيم. تعالى كده لما اشوفك اطول. تعالى بس قرب 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 قرب. إيه؟ اشوفك اطول مني بقد ايه. انا مش فاهم. حوالي 10 سنتي مش كده؟ تقريبا. اقعد نكمل الدرس. احنا بنضيع وقت في كلام فاضي كتير. فعلا بنضيع وقت في كلام فاضي كتير. فلفل. ده ما بقتش لغة عربية. ده بقت لغة تانية خالص. بموت فيك يا والنبي. اعرفك يا سيدي. فلفل الكلب بتاعي. اهلا وسهلا. شفت التام قد ايه؟ لطيف. هيات يا تام انت. كلب لطيف. بموت فيك انت يا حلوة. طيب استاذن انا بقى علشان استنى. الله اخص عليك. خليك جانتي. انا عندي كلام كتير قوي عاوز اقوله لك. اوبا. كلام ايه بس؟ ابراهيم قال لي انكم رايحين رحلة لاسكندرية. واحنا كمان طالعين رحلة في نفس الوقت. طبعا هتروح. ما افتكرش. ايه ما معكش فلوس؟ ده الاشتراك بتاعها 5 جنيه بس. مش حكاية فلوس. انا معايا إيه؟ فلوس. معاك فلوس؟ يبقى هتطلع بقى رحلة عشان خاطر. يعني اوكي؟ ان شاء الله. استنى كنت هتنسيني. النهاردة يا سيدي انا رحت الشكورية. اوبا. ونقيت لك من هناك بدلة وكرافات تليق عليها. يا رب بقى ذوقي يعجبك. اوبا. ايوه بس امسك بس اما اوريهم لك. بمناسبه ايه حضرتك بتجيبي لي الحاجات دي؟ ايه اللي بمناسبه ايه؟ يوه بقول لك عشان تروح بيهم اسكندريه. ايوه بس يلا يلا. طب اقلع إيه هدومك. نعم. بقول لك اقلع إيه هدومك يلا بسرعه. ايه كده؟ اقلع ازاي بس؟ خايف من ايه؟ يلا اقلع بسرعه يلا. ايوه بس احب افهم. يوه لا لا ما مش مسألة إن أنا خايف منك يا بس مسألة القلع دي يعني. أنت فاهمني غلط. أنا عايزاك تقيس البدلة عشان أعرف إذا كانت ماسك ولا لأ. يلا يلا بسرعة اقلع هدومك يلا. حضرتك تطمني هي مسألة المقاس كويس خالص وأنا يعني متفائل وكويس. طيب عجبك ذوقي؟ إيه عجبني. إيه؟ لا مؤاخذة الطربوش معلش. الطربوش. إيه اللي بتعمله ده الطربوش؟ طيب. قوي شكرا. خصوصي وما تسيبنيش واقفه. على كل حال هاخد اول قطر مسافر مصر. ليه؟ هو انت لحقتي تشوف حاجه في اسكندريه؟ انا جيت عشان اشوفك انت مش اشوف اسكندريه. طب لحظه لو سمحت. ايه خبر؟ على اذنك بقى لحسن دول بعدوا قوي. خايف تتوه منهم؟ اقعد ولا سافر؟ سافري. نعم قصدي اقعدي. وهشوفك. لا يبقى سافري. اسافر؟ اقعدي. بعد عن اذنك بقى احسن كده ممكن حد منهم يشوفنا. تعال هنا اهرب منهم وهشوفك على بلاستي دي باشر. طيب بس ما بسش. طيب. ازيك؟ ازيك انت؟ ايه مالك؟ خايف حد يشوفنا. يوه حد يشوفنا. هو احنا بنسرق؟ انت
عارف ان انا جايه الرحله دي علشانك، وهاول يوم فات كله ولا شفتكش، والنهارده كمان عايزه يخلص من غير ما اشوفك. حلوه قوي المايو ده. انت عايزه الحقيقه؟ انا مستلفه. هتفضل واقف كده؟ تعالى تعالى. اما شكلك في المايو يجنن، مليان رجوله. الله. ايه الوحمه دي؟ انبا تعمل شكل. لازم اهلك كانوا معلمينك بيها وانت صغير عشان ما تدوش. مظبوط بس. هنقوم حالا بعملية خطف. خطف؟ خطف مين؟ هنخطف نجوى. اتفضل. تم في الساعة الثامنة من مساء أمس عقد قران صاحب السعادة حسين باشا الأشموني سفير مصر في روما على ربة الصون والعفاف الأنسة نجوى. أنا متأكد إن عم الباشا هو اللي أرغمها على قبول الجوازة دي، عشان كده لازم نخطفها لازم، حتى لو اقتضى الأمر إني. إيه ده؟ تجننت؟ ده مش معمول عشان تقتل بيه عمك، ده معمول عشان تقتل بيه واحد من جيش الاحتلال. امال هنعمل ايه؟ افضل اني اروح لها الاول بحجة اني قريت الخبر في الجرايد وجيت اهنيها، وبعدين اتفق معاها ازاي تهرب معاك. كويس. انت اتجننت؟ انا بحب حسين باشا الاشموني، وانا اللي طلبت منه انه يتجوزني. انت اللي طلبت منه انه يتجوزك؟ طبعا. حسين راجل شيك جدا، يشبه ممثلين السينما، عنده شنب رفيع وكم شعريه بيضة، يجنن. انا دلوقتي بس اتاكدت انك انسانه مجنونه، بتحب اتنين اصحاب وهتتجوزي تالت عنده 60 سنه. ولو كان عنده 80 كنت اتجوزته برضه. أنا طول عمري بحلم بالراجل عنده خبرة بالستات. أنا صحيح حبيتك، لكن لقيتك لسه خام في سنة أولى حب. بتضحك على إيه؟ افتكرت أبويا ياما قال لي على بيوت الزواج وحذرني منهم. بتقول إيه يا محمد؟ بقول إنكوا عايشين في دنيا غير الدنيا، ربنا مديكوا نعمة وما انتوش حاسين بيها، بتلعبي بعواطف الناس لانك اتعودتي تلعبي بكل شيء. انت هايل النهارده يا محمد، مليان حراره. يا ريتك تعرفي امي عايشه ازاي، وفي كام مليون واحده زيها في مصر. فيك رجوله مش معقوله النهارده محمد، انت مثير جدا، مثير قوي. محمد بوسني، بوسني يا محمد. الو، دولة رئيس الوزراء. انا حرم وزير الحربية، المجرمين خطفوا جوزي. ده خبر مزعج جدا، لكن مين هم اللي خطفوا جوزك؟ لازم عمال العنابر عايزين ينتقموا منه. اطمئني يا هاني، احنا هنقبض على الجناح حالا، وانا هكلف عون باشا حافظ انه يشرف على التحقيق هو بنفسه شخصيا. قبضنا يا فندم على شخص كان بيحوم حوالين بيت معالي الوزير. المجرم دايما يرجع مكان ارتكاب الجريمه، هو فين؟ في البدروم. يا عالم انا ما شفتوش، انا عمري ودي
معالي الوزير الحربية فين؟ أنا عمري ما شفته. كنت بتلف حوالين القصر دي؟ أنا كنت ماشي من بيتي في جزيرة بدران رايح لشغلي، وبعدين عديت على القصر في سكتي. والله العظيم ما خطفت الباشا رفعت. وعرفت منين إنه الباشا اتخطف؟ ضربوني وقالوا لي انت اللي خطفت الباشا. كذاب يا فندم، احنا بس سألناه عن المكان اللي اخفى فيه سعادة الباشا. ما هو باين عليه خبيث ومجرم ومتعود على الاجرام. ابدا والله، ده انا حتى ماليش ثواب يا سعادة البيه. انا باشا يا كلب. قلعوه، شوفوا اصح في جسمه. عورت وانت بتنط من فوق السور. ده جرح من ضربة عسكري في مظاهرة عمال العنايه. علشان كده جاي تنتقم من وزير الحربية، لان عسكري من بتوعه عورك. اضربوه لغاية ما يعترف. قبل ما اطلب عليكم البوليس. محسوبكم وهدان ابو خطوه صاحب قهوه سيدي فرح. يبقى انت محمد عبد الكريم. ايوه، بس ايه الحكايه؟ خدوه. الله ياخدوني. هو عمل ايه؟ خدوها هي كمان. ملهاش حاجه يا فندم. انت مرات حنفي عبد الكريم؟ ايوه. مين اصحاب جوزك اللي بيزوروه في البيت؟ انا ما بظهرش على رجاله ولا بفتح لهمش الباب حتى. بلاش كذب يا فجرة. فجرة؟ ايوه، فجرة وعهرة كمان. خد صورة لعربية الوزير بالمرة. حاضر. دولة رئيس الوزراء يا فندم. أنا عوني حافظ يا دولة الباشا.
احنا تمكنا من الحصول على اعتراف كامل من الجاني انه ذبح وزير الحربية وحطه في شنطة ورماه في النيل. عفريت الباشا. عفريت شوفوه نايم جوه. عفريت الباشا اهو. تأكد يا دولة الباشا، طول ما انا موجود يبقى الامن في البلد بخير. شكرا. الباشا وزير الحربية حي، وجدناه يا فندم، شفته ماشي على رجليه. ايه؟ معالي الباشا، ألف حمد لله على السلامة. احنا مسكنا الجاني واعترف بتفاصيل جريمة خطف معاك. محدش خطفني ولا حاجة. أنا نمت في العربية، والظاهر السواق الحمار فتح باب العربية وافتكر إني نزلت في الضلمة، فراح قافله وجرش العربية وسابني نايم جواه. إزاي؟ مش ممكن! كنت سكران! أصلي السواق بتاعك كان سكران. لا أنا ولا السواق كنا سكرانين. المسؤولين عن الأمن هم اللي كانوا سكرانين. ألف حمد لله على السلامة. ضاع الحق وذهب الباطل. أنا مش هينوك يا رجالة، أنا هينوك من الحكومة دي بتتأكد عشان تطول تذبح بالعمال. آه هم الذين لقوا إيه سخرهم ونايم في عربية، لكن هم برضه ما همهمش وهذا ضربوا بالعمال بالقرابين. كل من الراجل اللي اسمه عامل حافظ ده، ده كنت هتجيب الغلابة اللي زينا. والله ده لو كنت شفت ده كنت قتلت. ربنا قادر على كل قادر. ما تصورش فرحتنا في راسك قد إيه يا الصحابي. مبروك مبروك حفظوك تحليك، وانت يا ابو محمد حر طريق، والسجن يهون ابو ابن وصول، وخصوصا لما يخش بريق بريق بريق. مبروك 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 مبروك. يا ما في الحبس يا ناس مظالم، وده عنده قلوب وده ولا مليم، ده العدل يا ناس يا ناس للملك اساس اساس، ده العدل يا ناس يا ناس للملك اساس اساس. ويا بختك ياللي بكله صديق صديق صديق. مبروك 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 مبروك. قلبك لو فدي قلبك بسرعة ميلا. مبروك 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 حفظ وتحقيق، وانت يا ابو محمد حر طريق. حط الرزيق انا انت وهو. الزيطة اللي انت عاملها دي مش عشان براءتي، عشان انا ذبحت وزير الحربية ورميت جدته في النيل السعيد. سامع يا وفدان؟ انا اللي ذبحت وزير الحربية. رفدوه من شغله وبخت عليه بمليم معاش او مكافأة. زمايله في العنابر جمعوا له المبلغ ده. انت عارف الملاليم اللي بيقبضوها ما تكفيش حاجة. الهي عجل نهايتك يا عون يا حافظ، كله منك، راجل سفاح ومفتري.
سؤال واحد،
اسمك ايه؟ اسم عادي جدا وبلدي، زبيدة. وابوكي عامل في العنابر؟ لكن افقر من اي عامل في مصر. بتشتغلي؟ ممرضة ومعاد المستشفى جه. هشوفك امتى؟ مش هتشوفني. لو اهلي عرفوا اني بقابل راجل غريب يقتلوني. يبقى هطلع المسدس ده وانتحر قصادك. لا خلاص، هقابلك زي النهارده في نفس الميعاد، بس ده بعيد قوي، وهتكون دي اخر مره اشوفك فيها. ولو طلبت مني اشوفك تاني انا اللي هقتلك. مساء الخير يا ام. مساء النور يا حبيبي. يا احلى ام في الدنيا. انا اللي ذبحت وزير الحربيه. الخير يا أم. ايه الريحه الحلوه دي يا ابني؟ انت كنت فين؟ يا سلام يابا، اما حلوه بشكل. هي مين يا ابني؟ الحريه. انا اللي ذبحت وزير الحربيه. اللي ذبحت وزير الحربية. أنا اللي ذبحت وزير الحربية. يا محمد. اهلا وسهلا. اخص عليك، انت ما تجيش الا لما انتهلك. ايه هتفضل مخاسمني؟ لا ابدا. المهم انا جبتك النهارده عشان اقول لك ان مامتك ولدتك ليله القدر. انت هتسافر معايا ايطاليا. ايطاليا؟ ايوه ايطاليا. انا يا محمد اكتشفت بعد اخر مره شفتك فيها انك الراجل اللي انا عايزاه، وفتره غيابك عني خليت حبي ليك زاد. ما تتصورش انا بندم قد ايه على الفرصه اللي ضيعتها في اسكندريه. انا مش فاهم، ايه علاقه ده بايطاليا؟ يا سيدي جوزي قال لي ان في وظيفه امين محفوظات فاضيه في السفاره هناك، فقلت له اني محتاجه اتابع دروس العربي وانا في ايطاليا، فوافق على طول على تعيينك فيها. وايه اللي خلاك تعملي ده كله عشاني؟ ده مش عشانك، ده عشاني انا، عشان احنا الاثنين في ايطاليا هيبقى قدامنا فرص كتير قوي نقضيها مع بعض. انت نسيت انك ست متجوزه؟ لا طبعا ما نسيتش. حسين جوزي هيضطر يسافر يوغوسلافيا يومين كل اسبوع، وفي اليومين دول هبقى ملكك. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ انا استحيل اودي ام بدور العشيق اللي تشتريه بفلوسك. اللي يرفض عرض زي ده لازم يكون مجنون. اللي بتعمليه ده هو الجنون نفسه. ثم انا بحب واحده ثانيه. انت كلب. انا مش عايزه اشوف وشك تاني، امشي خد بالك، انا مش عايزاك، مش عايزه اشوف وشك تاني، مش عايزه اشوف وشك تاني، مش عايزه اشوف وشك تاني. فين بابي؟ لا يا بابي، ابعد النادي ده عني، نادي ان انا ست محترمه ومتجوزه، وحاول حاول يعضني ويبصني. ايه؟ لا لا يا باشا ما حصلش، ما حصلش، بره اشرح سعادتك، بره دول ناس دول. انا هعرف اوريهم كلب، انا هفصله من الجامعه وامنعهم العمل في كل دواوين الحكومه، انا هخليه دول يشحت في الشارع. هما ضربوني بس، دول فصلوني من الجامعه، بقيت في الشارع زبيده. مشكلتي اني فقير، كنت بتعلم بالمجان عشان التفوق، دلوقتي لا علم ولا شغل. الحكومه منعت التعيينات في وظيفه. هو انت منتظر من الحكومة اللي فصلتك من التعليم ممكن تعينك في وظيفة؟ دور على شغل في اي حتة يا محمد.
اي شغل ولو صغير مش عيب. العيب هو البطالة. انت هتكبر في نظري مليون مرة وانت بتشتغل. انا كنت محتاج لكلامك ده. مش قادر اقولك. احنا ابتدينا نبيع عفش البيت عشان نعيش. صراحتك دي بتخليني احبك اكتر يا محمد. الرجالة ما يحكوش للست غير الحاجات اللي بيفتخروا بيها. لكن انت بتحكي لي عن دموعك قبل افراحك. لو عايز تثبت لي انك بتحبني فعلا لازم تيجي لي المره الجايه وانت بتشتغل. اوعدك يا سبيدة. والله يا ابني وحياة النعمة دي لو عندي وظيفة فاضية معزها عليك. بس انا سمعت ان في وظيفة فاضية تحت في الورشة. وظيفة السمكاري. انت تفهم في السمكرة؟ انا خريج اداب. اداب؟ هي الاداب دي شغلة؟ طب امال. شوف يا ابني امور الدنيا اربعة: امارة فتجارة فزراعة فصناعة، فمن لم يكن من اهلها صار نكبة على الناس. طيب السلام عليكم. بسم الله. متشكر. الاداب. عشر عشر. دكتور باهر؟ ايوه. طب خلي بالك اصل لحد ما ارجع. ان جه الحاج قول له انه وصلت لحد بيت الدكتور باهر. انا متشكر جدا على امانتك دي. انت من حقك دلوقتي انك تاخد مكافتك القانونيه على الاقل. لا يا فندم العفو، دي امانه وواجبنا اننا نردها. هات قهوه يا فتحي. حاضر. لا معلش يا فندم، انا بس بشكر الظروف اللي خلتني اتعرف بسعادتك. الحقيقه والدي ياما كلمني عن سعادتك. والدك مين؟ لسطى حنفي عبد الكريم، بيشتغل عامل في عنابر السكه الحديد. انت ابن لسطى حنفي؟ ايوه يا فندم. ده راجل له بطولات كتيره في ثوره 19. اتفضل. وازاي صحه والدك دلوقتي؟ في الحقيقه يا فندم اتهموه بمحاوله قتل وزير الحربيه، ومن كتر التعذيب صدق ان هو اللي قتله. فصلوه من وظيفته، ومش بس كده فصلوني انا كمان من الجامعه. لا حول الله. وانت طالب في الجامعة؟ ايوه يا فندم، في السنة النهائية. بس دلوقتي بشتغل مع الحاج حسين مغازي المكواجي عشان نقدر نعيش. لا مش معقول. ده مش مكانك ابدا، انا لازم اشوف لك شغلة احسن من كده. انت شاب وطني ومتعلم، وجورنالنا محتاج للشباب اللي زيك. ادينه 539 بستان. ده توفيق صاحب جورنال الجهاد، بتقرا له طبعا. توفيق، أنا باهر، عندي شاب وطن وعايزك تشغله عندك في الجريدة. طب متشكر. مبروك. تروح تستلم من الليلة الساعة 9. مش هتصدقي. أولا اللي بيكلمك ده الأستاذ محمد أفندي عبد الكريم، الصحفي بجريدة الجهاد بمرتب قدره 5 جنيه شهري. مش معقول يا محمد، حصل امتى الكلام ده؟ الدكتور باهر هو اللي شغلني في الوظيفه دي. وهناك بقابل كل السياسيين الكبار. امبارح بس كانوا مجتمعين عشان ينظموا مقاطعه الشعب للانتخابات اللي بيجريها صدقي باشا. مبروك يا محمد. ما تتصورش انا فرحانه قد ايه. انت السبب يا سبيده. لو ما كنتش سمعت كلامك وقبلت الوظيفه في محل المكواجي ما كنتش وصلت للشغلانه دي. انت اللي اديتيني الامل. عشان كده انا جاي وناوي اكلمك في موضوع مهم جدا. خير يا محمد؟ انا قصدي انا وانتي نتجوز يا سبيده. نتجوز؟ ده قرار انا خدته من زمان، من يوم ما خدت مني المسدس، وبعدين جددته لما شفت في الجنينه اول مره وانت متحجبه، وتالت مره لما بقيت اقبض ما هي محترمه تخليني ما اتكسفش اتقدم ليكي. بس ازاي؟ مش هقدر يا محمد. ما تقدريش ليه؟ ما اقدرش اسيب شغلي. ما تسيبيهوش، انا ما عنديش مانع تفضلي في شغلك. اصل عملي كممرضه يمنعني من الجواز. مفيش حاجه تمنع اتنين بيحبوا بعض من الجواز، الا اذا كنت ما بتحبنيش زي ما بحبك. انا مش بحبك وبس، انا بعبدك. لكن لا
الحب مفيش كلمة لكن. أنا مسؤولة عن حياة 7 أشخاص يا محمد، أبويا وأخواتي الستة الصغيرين. ما تخافيش، أنا كمان هبقى مسؤول عنهم معاكي. طب اديني مهلة أفكر. زبيدة، الأسبوع الجاي ميعادنا بنتقابل، دايما تكوني جاية مستعدة للجواز. سمعت اللي أنا قلته ولا لأ؟ وهتقبلي. أنا يا محمد مستعدة أروح معاك لآخر الدنيا. تهمة عزيز مرهم ودياب إنهم فضحوا تزوير الحكومة للانتخابات في جريدة الجهاد، ولذلك مفيش حاجة هتبرأهم وتنقذهم من السجن غير حصولنا على المستندات اللي تؤكد التزوير ده. طب وهنحصل على المستندات دي ازاي يا فندم؟ عندنا اخبار ان عوني باشا سحب ملف المستندات من مكتبه في الوزارة وخده معاه لبيته. ده رسم الدور الفوقاني، وهنا اوضه النوم، وفيها مكتبه، المكان الطبيعي علشان يخبي فيه المستندات. مسألة محتاجة الواحد فدائي يدخل بيت عوني باشا ويسرقه. تحب أقتله كمان؟ يعني أنت مستعد تقوم بالمهمة؟ ده هيكون شرف كبير لي يا فندم. بكرة بعد نص الليل تتمشى جنب بيت الأستاذ عبد العزيز عضو الحزب بتاعنا، بيته جنب بيت عوني حافظ، هتلاقي المعلم وهدان، وده راجل وطني، هتلاقيه عامل اللازم مع الحراس. مساء الجمال، اشرب اشرب. شد مية مسا. ده سواء الأستاذ عبد العزيز، تقول له كلمة السر. الزفاف. الزفاف. حاضر. ايه ده؟ تهيؤات. اصل الصنف معتبر. مساء جمال. شد. عوني هو اللي حضر الوثيقة اللي بتأكد ان الحكومة زورت الانتخابات، والمعارضة صدقته. عوني نفسه؟ غريب.
سليمة دي ضد الحكومة. هي ضد الحكومة لو كانت الوثيقة سليمة، لكن عوني زورها ووقع المعارضة في الفخ وعرضهم للمحاكمة. متشكرين على المعلومات دي؟ ما تشكرنيش، أنا واحدة من اللي ظلموا معوني حافظ. إذا كان أبوك ده أكرابيكو 10 ساعات، فأنا وأبويا بقالنا 10 سنين بدو أكرابيكو. سيبي تحكي لي كل حاجة. إحنا بيجمعنا شعور واحد وهدف واحد. أبويا راجل فقير زي أبوك تمام. كان بيشتغل سكرتير عوني حافظ لما كان مدير أمن. في الوقت ده اخواتي بقوا 5 وحالتنا الماليه بقت وحشه جدا، وامي عيت بالذبح، واضطر ابويا يستلف 5 جنيه من عوني علشان يجيب لها الدواء ويعالجها، واخدني انا واخواتي علشان نشكره وعجبته وطلب انه يتجوزني. أنا مش ممكن أدفن بنتي بالحياة، عوض دي عندها 15 سنة وهو عنده 50. إذا ما اتجوزتش لبيدة خلال أسبوع واحد هحصلك من وظيفتك. أنا ما فيش حاجة تقف في سكتي أبداً. تهديد عوني حافظ ده معناه إن إحنا نموت أنا وإنتي والولاد الستة من الجوع. بابا أنا هتجوزه يا بابا. مش ممكن، يستحيل نموت كلنا من الجوع ومرميش بنت الرمية السودة دي. فردوش انت عاكي محتاج لدواء باستمرار، ولو اترفدت مش هلاقي تمن الدواء. العايب مش هيقتلني، اللي هيقتلني الجوازة دي لو تم. الدولة كلها بتخاف من عوني بيه، مفيش مخلوق هيقف معانا في المحنة دي ابدا. ربنا قادر على كل قادر. عاديش يا بنتي، لازم تصدقني يا محمد، الايام اللي جايه هتثبت لك ان عمري ما كدبت عليك، وان حبي ليك هو اللي خلاني بعدت عنك لاني خايفه عليك. محمد يا محمد. ايوه اتكلم في التليفون. اسمع يا محمد، لازم نشوف طريقه نتقابل بيها من غير ما نلفت النظر، بلاش مكان عام. طب انا هشوف طريقة وحابة اقولك. مع السلامة. انا اسفة اني هعطلك، لكن اعمل ايه؟ الخدامين دول هيخلوني اتجنن. ايه اللي حصل؟ سنية عايزة تتحكم فينا، عايزة تغير اجازتها من يوم الجمعة ليوم الاربعاء. قلت لها انت عارفه ان خدامين القصر كلهم اجازتهم يوم الاربعاء، لان الباشا بيتغدى عند رئيس الوزراء وانا ما اقدرش اقعد لوحدي. طبعا. قالت لي ان اخوها اللي بيشتغل في مصنع السكر في الحوامديه بقت اجازته يوم الاربعاء، وانه بيجي لها مخصوص علشان يشوفها، وهي ما تقدرش ما تشوفوش. يعني بالسم انا فاضي لمشاكل الخدم، انا مشغول بمشاكل الدوله. اندهيني سنيه. سنيه ثانية، تعالي كلمي الباشا. جرى ايه يا بنت؟ انت عاوزاني اعمل ايه؟ اطلب من رئيس الوزراء يغير مواعيده علشان اخوك السعلوك ده؟ يوه، وليه جرى ايه يا سيد الباشا؟ ما هو بيتغدى كل يوم، يبقى يعزم الوزراء بتوعه في اي يوم تاني. انت اتجننتي ولا ايه؟ خلي اخوك يجي يشوفك هنا. بس هقابله فين يا سيد الباشا؟ تقابليه فين؟ يعني هتقابليه في الصالون؟ تقابليه في اوضتك اللي في بدرون طبعا. متشكرين قوي يا سيد الباشا، متشكرين. دهيلي حد من البهايم اللي واقفين على الباب علشان اديله اوامر. واسمعي، اخوك يخش من الباب الوراني. حاضر.
انا اخو ثانية ممكن. اتفضل في البدروم. شكر. يا محمد مش قادرة أكون عاقلة أكتر من كده. مش قادرة. إحنا لازم نتجوز. أنا عارفة إن دي أنانية مني. طلاقي من عوني معناه طرد أبويا من وظيفته وأخويا من شغله. إخواتي هيموتوا من الجوع. لكن مش قادرة. مش قادرة. أنت عارف إن مفيش بيني وبين عوني أي حاجة. أنا عايزة أعيش وأتمتع بشبابي مع الراجل اللي بحبه. طمنا يا سميرة، احنا بنقاوم الظلم واستبداد الحكومة وحنقتل نفوذ عوني حافظ. احنا مش بس بندافع عن حبنا، احنا بندافع عن حب الملايين من الناس. اذا كنا مش قادرين ندافع عن حبنا يبقى هنقدر. اسمع يا محمد، انا شايفة ان احنا نسيب بعض دلوقتي. انت مشغول بحب اكبر من حبي، حبك لمصر وللشعب. انا مش بلومك، بالعكس انا فخورة بيك ومعجبة بيك وبحبك يا محمد. يا محمد في شعوب نضلت عشان تاخد حريتها من 50 سنة. يعني احنا لما هناخد حريتنا هيبقى عندي 75 سنة. يعني لما هنتجوز هيبقى شيء مضحك واحنا في السن ده. يا محمد انا بتعذب تعبان. احنا لازم ما نشوفش بعض بعد كده. ما نشوفش بعض خالص. انت ضربتها؟ ايه؟ عرفت انك بتحب واحدة تانية؟ مين هي؟ مصر. مصر؟ انا عمري ما سمعت ان في واحدة اسمها مصر. مصر بلدنا. طب ايه يعني؟ ده انا المرحوم جوزي كان بيموت في دباديب مصر، لكن عمره ما قصر في حق. اطمن يا سمحان وروق بالك كده، ويوم الاربع الجاي ان شاء الله هتلاقيها مستنياك. أنا أصلي امبارح كنت بتعشى عند سفير إيطاليا وكانت قاعدة جنبي شابة مصرية بتتكلم فرنساوي بطلاقة. عظيم. فعلا عظيم.
عشان كده اتفقت معاها ان ابعت لها محرر من عندنا عشان يعمل معاها حديث، واختارتك انت بالذات. انا بالذات؟ ايوه. ده العنوان، تسال عن حرم حسين باشا الاشمون. اسمع يا محمد، انا غيرتي عليك مش السبب الوحيد لاعتراضي على مروحك لنجوى. انا قلبي بيقول انها هستنتقم منك. انا مش ممكن اقف قدام مستقبلك، بس خليك عارف انا مش هنام الليله. كنت متاكده انك هتيجي رغم كل اللي حصل. طبعا اللي بينا مش ممكن ينقطع، مش كده ولا ايه؟ انا مسافره بكره روما تاني، اصلي جيت عشان اشوف مامي لانها عيانه، وعشان اشوفك طبعا. انا كمان اكيد كنت وحشاك، مش كده؟ ايه انا راجع مصر بعد كام اسبوع، جوزي اتنقل مصر في منصب كبير في القصر الملكي، وطبعا هبقى فاضيه لك خالص، ما وريش حاجه غيرك يا عناي. مساء الخير. مين؟ زبيده؟ اهلا يا زبيده. الحمد لله على السلامة يا نجوى. الله يسلمك يا زبيدة، ايه المفاجأة دي؟ اصلي كنت عند مدام محمود بي اسعد، وقالت لي انك جيتي من السفر، فلغيت كل مواعيدي وجيت للجري. وانا كمان سعيدة جدا بالزيارة دي. لما السفراجي قابلني حب يدخل يقولك، قلت له لا ارجوك انا عايزة افاجئها بزيارتي، فقال لي ان عندك صحفي. الاستاذ محمد عبد الكريم. اهلا وسهلا. أهل استاذ مسلم. محمد ازاي الصحة؟ الله يخليكي. يلا يا زبيده بقى عشان نشوف مامي قبل ما يجي لها الدكتور. يلا. انا اسفه قوي يا نجوى. ليه؟ اصل الدكتور منع علي اطلع السلالم لان قلبي بيوجعني، لدرجه اني فكرت انقل اوضه نومي في البدرون. في البدرون؟ طبعا ما تتصوريش نوم البدرون اريح كتير من النوم فوق. المهم انا مش عايزه اعطلكوا، اتفضل يا استاذ محمد خد حديثك من نجوى. ولو اني من زمان نفسي اشوف صحفي وهو بيشتغل، شغلانه مثيره قوي. مثيره قوي، مثيره فعلا، بس بيتهيألي انه مسؤولياته ومشغولياته ما بتدلوش فرصه انه يحب ويتجوز. لا لا ازاي، بالعكس الحب ضروري جدا للصحفي، والجواز بيخلي حياته مستقره جدا كده. طب تسمح لي يا استاذ محمد هسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. قوي. افرض انك قابلت ست جميله جدا واغرتك بجمالها رغم انك بتحب، يا ترى تكون حبيبتك؟ مستحيل طبعا، اللي بيحب بصحيح بيجد لذه في الاخلاص. الاستاذ محمد جه عشان يسالني انا، لا انا احنا الاثنين عمالين نساله. انا اسفه قوي يا نجوى، اصلي من زمان مشتاقه اقابل صحفي واساله عن مهنته. معلش يا استاذ محمد، الظاهر ان الوقت مش هيكفي للحديث. اصل عندي ميعاد مع الدكتور بتاع السنان. معلش فرصه تانية مره تانية. طب مش تسلم؟ السلام عليكم. مع السلامة. استنى الطربوش. متشكر الطربوش. من الباب الوراني، نفسي يجي اليوم اللي تدخل فيه من الباب الكبير. مش مهم يكون باب عش او باب اوضه فوق السطوح. هيجي اليوم ده قريب جدا، تاكدي انه هيجي. وان ما جاش هنفضل نتقابل في السر كده زي الحراميه. يا محمد انا نفسي امشي معاك في الشارع واحط ايدي في دراعك واسمع الناس بتقول دي مرات الصحفي محمد عبد الكريم. أنا بحس بالعار لما الناس بتقول دي مرات السفاح أو نباشا حافظ. لا يمكن ربنا هيتخلى عن حبنا أبدا يا زبيدة. يا رب يا محمد. ست نجوى المنستيرلي. ودي اللي جابها دلوقتي. أهلا.
اهلا نجوى هانم. ايه المفاجاه دي؟ اهلا زبيده هانم. اتفضلي. اوعى اكون ازعجتك. بالعكس، ده انت شرفتي. اتفضلي. مالك يا نجوى؟ انا ضعت يا زبيده. ضعت. بعد الشر. ايه الحكايه؟ الحب برضه قتلني قتلني. لازم حب جديد. بس الشاب اللي انا شفته عندك ما يقدرش يقتل فرخه. هو نفسه محمد عبد الكريم. انا جايلك النهارده عشانه. عشانه؟ طب انا مالي وماله؟ انا حامل. ايه؟ حامل من محمد عبد الكريم. مش ممكن، مش ممكن. امتى؟ ازاي ده حصل؟ انا المسؤولة عن كل اللي حصل. انا اللي رحت له برجلي واغريته. واشمعنى انا اللي اخترتيني علشان تقولي الحكاية دي؟ انت الوحيدة يا زبيدة اللي عارفة اللي بيني وبينه. انا محتاجة لحد يروح معايا للدكتور بعد النادي اللي مرفض. وهو عارف؟ طبعا عارف. واتحيلت عليه وديني للدكتور. مرضيش. انا نجوى المنستر لي وسط ايديه ورجليه والوحمه السودا اللي في رجله. برضه مرضيش. الوحمه؟ ايوه، اصله عنده وحمه سودا في فخده من فوق. يعني انت تعبانه ولا ايه؟ كدابه كدابه. دي مش اول مره تلفق ضد التهم. صدقيني يا زبيده، انا مفيش بيني وبين نجوى دي اي حاجه. والوحمه اللي شافتها نجوى. انت بنفسك اعترفت دلوقتي ان عندك وحمه. محمد اعترف لي يا محمد، اعترف لي. ده انا بحبك وهسامحك يا محمد. نجوى قالت لي ان هي اللي اغرتك. كذابه، ما حصلش. نفسي اصدقك. اه افتكرت، انا قلت لك ان نجوى شافتني على البلاج واحنا في رحله اسكندريه. مؤكد يوميها شفت الوحمه. صدقيني يا زبيده، انا لا يمكن اكذب عليكي. زبيده انا بحبك مستحيل اخونك. انا رأيت الوسيله اللي ممكن نحطم بيها المعارضه وزعيمها ونخليها تقع ولا تقوم لهاش قومه. احنا كلنا تحت امر معاليك. عيوننا المنتشره في كل مكان اكدت لي انه الزعيم بيحب واحده اسكندرية بتجيله مخصوص كل يوم خميس وتقابله في عوامتها قصاد النادي الاهلي. ودي مين دي يا فندم؟ تحريتنا اثبتت انها من اسرة معروفة ومتعلمة وعلى خلق، لكن كل ده مش هيهمنا. احنا بوسائلنا هنثبت للناس كلها عكس الكلام ده. وايه هي وسائلنا يا فندم؟ سيدة العمشة. اه، اللي بتدير البيوت اياها. عاوز اقابلها النهارده في البيت مش هنا عشان محدش يشوفنا.
لما حبيبي حبيبي جفاني. يا سعادة الأميرة لاي، اتفضل. مساعد عوني باشا بحاله في بيتي، ده ايه الشرف العظيم ده؟ اتفضل. أوامرك. في الحقيقة أنا جاي أطلب منك إن يكون في بينا نوع من التعاون. وطبعًا عشان ينجح التعاون ده، لازم يقوم على السرية الكاملة. سرية؟ ده انا راس مالي كله من السرية، هو انا بشتغل غير في السرية؟ دول حتى مسميني ملكة السرية. طلباتك؟ عندي بنت بتاعت 16 سنة، انما اخر حلاوة، وانا نفسي تحت امرك. لا 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 لا، انا جايلك عشان اعاوني باشا حافظ، عايز يشوفك. وزير الداخلية؟ ده شرف عظيم، انا عندي زبائن كبار، انما وزراء في الحقيقة لسه. سعادة الوزير معجب بيكي جدا، بيقول انك ممكن تقدمي خدمات عظيمة للدولة، واحب اطمنك ان مش هيكون في بيننا وبين بعض خلاف بعد النهاردة. انا تحت امر عوني باشا في اي وقت. طيب هو مستنينا دلوقتي حالا في بيته. يا ربي، هي الرجالة دايما مستعجلة كده؟ طبعا اذنك لما اغير هدوم. كنت فاكرك اكبر من كده بكتير يا هاني، ده انت لسه شابة وحلوة، مع ان التقارير اللي بتجيلي عنك كانت بتصورك كست عجوزة وبشعة. عشان تعرف ان التقارير البوليس مش دايما مظبوطة. انا هعمل قهوة بنفسي عشان ما نديش فرصة لحد من الخدامين يقطع حديثكم يا معالي الباشا. الحقيقة يا سيدة هانم، أنا فكرت فيكي بالذات علشان تقدمي أكبر خدمة للبلد. البلد كلها؟ يا لهوي، هو أنا عندي بنات يكفوا البلد؟ لا لا، دي خدمة بشكل تاني. أنا مستعد فضلك ال 53 محضر اللي بوليس الآداب حررها ضدك مقابل. مقابل كام يا باشا؟ لا لا، دي ما فيهاش فلوس. ورقة
هتمضي عليها. خير؟ أقر أنا سيدة عبد الحفيظ الشهيرة بسيدة العمشة إني أدير العوامة رقم 117 شارع الجزيرة أمام النادي الأهلي، وكلفت السيدة سميحة شريف أن تتولى إدارتها لحسابي. بس أنا معرفش العوامة دي ولا اللي اسمها سميحة شريف دي. من النهاردة بقيتي تعرفيهم، علاش حيوريكي العوامة وادي صورة الست علشان تحفظي أوصافها كويس. الله، شكلها حلو الست دي، لو كنت عارفها صحيح كنت شغلتها معايا. هي فين الست دي؟ لا لا، ده ملوش دخل بمهمتك. طب مش افهم بس ايه الحكاية؟ ده سر من اسرار الدولة. والتلاتة وخمسين قضية هنحفظهم بعد ما تقول يا اخوالك دي قدام النيابة. طب وانا اشضمني انكم هتنفذوا كلامكم يا باشا؟ دي كلمة شرف. لا مؤاخذة يا باشا، حكاية الشرف دي ملهاش لزوم. انا كل معاملاتي كاش فوري، انما عشان دي اول مرة اتقابل فيها مع وزير انا ليها طلب صغير. عربون يعني. امري. عاوزاك تنقل البكباشي محمد شداد وكيل الاداب لاسوار، وتعين بداله محمد ابو الفتوح، اصل واد ابن حصي وبحبوب. على عيني وراسي يا سيدة هاني، اتفضلي. من النهاردة اعتبري نفسك صديقة عوني باشا حافظ، اي واحد يضايقك اتصلي فورا بهليش بيه، وانا مش هبعته اسوان، ده انا هدخله السجن. شكرا يا باشا. لما سألت مين الست دي قال لي دي مسألة خاصة بالسياسة العليا، بس سمية عرفت من السواق ان الست دي اسمها سيدة العمشة وانها بتشغل بيوت البطالة. لكن ايه اللي يخلي وزير الداخلية يقابل واحدة زي دي وفي بيته؟ ما قدرتش اعرف، لا قدرت اعرف حاجة عن الست دي ولا عن الخطة اللي حبس نفسه علشانها خمس ايام يعملها. كل اللي قالهولي انه شايلها في المكتب هنا علشان مش عايز حد من الوزارة يقراها. اسمع يا زبيدة، الخطة دي هتفيدنا في حاجات كتير جدا. انا هجيب لك طفاشة ومفاتيح نفتح درج مكتبه نقراه ونرجعها له على طول. من ساعة ما وصلت من اسكندرية وانا خايفة، يمكن المرة دي كمان ما تجيش زي الاسبوع اللي فات واللي قبله. انت عظيمة يا سميح. علشان بحبك يا حبيبي. ها احكي لي ايه اخبارك؟ اخبارك كويسة اوي. صليت الجمعة في الحسين وخرجوا الاهالي هتفوا بحياتي. البوليس ضرب المتظاهرين فهتفوا بسقوط رئيس الوزراء. البلد بخير يا سميحة. انا بسألك عن اخبارك انت، اخر مرة شفتك فيها كان عندك حرارة ولسه الاجهاد باين عليك، انت محتاج للراحة. ارتاح ازاي والبلد تعبانة؟ السجون مليانة بالمظلومين، بيوت المعارضة بتتفتش كل يوم، الأزمة الاقتصادية بتزيد. أنا قلبي حاسس إن الظلام ده هيروح وإن الدنيا هتضحك لنا تاني من جديد. أنا مؤمن بالله ومؤمن بإن الشعب هينتصر. بكرة ربنا يحقق لنا كل اللي بنتمناه لما البلد يستقل وتبقي مراتي. مراتك؟ سميحة أنا آسف، مضطر أمشي دلوقتي، موعد اجتماع زعماء المعارضة قرب. خلي بالك الشغالين موجودين في البيت. ما تخافيش، ربنا يستر. المهم بعد ما توصليني المكتب خلي ثانية تقف في البلكونة تراقب الجو. حاضر. تعالي
يلا مفيش وقت. لكن انت ايه اللي جابك من المكتب بدري كده؟ في اوراق مهمه عاوزها. عشان مش عارف حد يشوف دي الخطه اللي كلمتك عنها. طب هتاخدها ليه؟ ما هنا في امان اكتر. علشان نحتاج لها فورا. لقيتها؟ طبعا لقيتها. يعني هتروح مني فين؟ ما تخليني اقراها. انت مجنونه؟ ده انا اخزمت بشرفي ان محدش يقراها. السلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه. ايه تاني؟ رايح فين؟ ايه اللي رايح فين؟ جلالة الملك طلب حضوري بسرعة وبالبدلة العادية علشان اطلعوا على تفاصيل الخطة. تعرفي الخطة دي هتطير اتنين، زعيم المعارضة ورئيس الحكومة. طب رئيس الحكومة ليه كمان؟ خلاص رئاسة الحكومة بقت في جيبي. بعدين اقول لك على كل حاجة. السلام عليكم. مع السلامة. مع ألف سلامة. مع السلامة. قدرت تقرأ الخطة؟ أيوه. ما كنتش أتصور إن السياسة وصلت إلى هذه القذارة. كنت فاهم إنها صناعة شريفة. جوزك بيدبر مؤامرة حقيرة للقضاء على سمعة الزعيم. وإيه القصد من المؤامرة دي؟ القصد طبعا هو تلطيخ سمعة زعيم المعارضة واتهام الست الشريفة اللي بيحبها وهيخطبها. أنا يا فندم شفت بنفس الخطة اللي عاملاها الحكومة بالاشتراك مع الملك. قريتها بعينك؟ أيوه طبعا. بتقول إيه الخطة دي؟ بتقول إن الست دي واسمها سميحة شريف بتيجي من اسكندرية كل يوم خميس عشان تقابل الزعيم. فين؟ في العوامة بتاعتها قصاد النادي الأهلي. فعوني حافظ اتفق مع سيدة العمشة بتاعت البيوت السرية؟ أيوة طبعا. ما هي دي أساليبه. جابها كاتبها إقرار إنها صاحبة العوامة ديت وإنها كلفت سميحة شريف إنها تديرها لحسابها. الأندال. وبعدين طبعا يعملوا كبسة على العوامة والزعيم هناك والعمشة تشهد. بالظبط يا فندم. ومتفقين مع مصور الصحف عشان يصوروا الزعيم ساعة القبض عليه. وتبقى واحدة من اتنين، يا اما الزعيم يكتب اقرار باعتزال السياسة او تحال القضية كلها للقضاء. ده اسلوب قطاع طرق. احنا لازم نعمل حاجة بسرعة شوية يا باهر. تعالى معايا. أنا بشر ومن حقي إني أحب زي كل الناس ما بتحب. وعلاقتي بسميحة هاني علاقة شرفي وإحنا متأكدين من أخلاقها، لكن الحكومة عايزة تتبع لك كذبة حقيرة علشان تسوي سمعتها. أنا لا يمكن أتخلى عن واحدة حبيتها علشان مؤامرة قذرة. ومن حقك يا باشا إنك تضحي بسمعتك لو كنت شخص عادي، لكن أنت زعيم الأمة وسمعتك هي سمعة الأمة. احنا مستعدين يا باشا نروح نعتذر لها باسمك. لا لا لا، انا لازم اروح بنفسي. مقدرش اسيبها لوحدها وانا عارف ان البوليس هيهاجم العوامه. تمام يا فندم. ممكن نعرف مين المجرم الخطير ده؟ اصبر، كلها نص ساعه ويدخل العوامه دي. لا يمكن نسيبك تنزل دلوقتي يا باشا. مفيش قوة تمنعني من اني انزل. انا امنعك بالقوة يا باشا. ولا اديش الفرصة لخصومك انهم يلوثوك. انت اتجننت يا باهر؟ انت
تهددني بالمسدس؟ مضطر يا باشا، لو خرجت دلوقتي هاكلك وقت لنفسي. اللواء تنصرف. حاضر يا فندم. الو، ايوه. ايه؟ ازاي ده؟ ده كان لازم يروح، كان لازم. معنى كده انه الخطه فشلت. حد ما يعرفش دولة الزعيم؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ما عندناش خبر من دولتك في اسكندرية. انا وصلت في اول قطر امن الصبح من القاهرة لاسكندرية، والحقيقة انا ما عنديش وقت للمقدمات. اتفضل يا جنة، اتفضل. انا جيت يا شريف بيه علشان اطلب ايد اختك الست سميحة. ده شرف عظيم لأسر شريف كلها يا دولة الباشا. إذا اتفقنا، بس إذا سمحت أسألها الأول، لأنها سبق رفضت الجواز من خطاب كتير قبل كده. طبعا لازم أسألها، وتقول لها كمان إن عقد القران هيكون إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، يعني بعد 5 أيام. بس سميحة ساكنة في سان ستيفانو، يعني في ساعة رايح جاي. كلمها في التليفون، أنا منتظر هنا. أمرك يا دولة الباشا. ألو، في حاجة يا شريف؟ دولة الزعيم عندي في البيت وطالب إيدك مني، وعاوز يكتب الكتاب الخميس الجاي. سميح، مالك؟ سكت ليه؟ بفكر. ودي حاجة عايز تفكير، هترفضي طبعا. طبعا موافقة، بس قول له اني دايما عندي ميعاد مهم يوم الخميس، وبطلب التأجيل عشان اقدر اروح معادي. انت جننتي؟ ازاي اقول لراجل عظيم زي ده انك ما تقدرش تتجوزيه يوم الخميس عشان حضرتك مرتبطه مع التاني؟ خليني اقول له الكلام ده بنفسي. معاكي حق يا سميح، ما دمت مرتبطه بموعد هام فيجب اني احترم الموعد الهام. أنا لما بدي ميعاد وما حافظش عليه بشعر إن أنا أتعس إنسان في العالم. أتعس إنسان فعلا. معاكي حق. معاكي حق يا سلام. مع السلامة. أنت عارف يا عليش إني ما أعرفش الفشل بسهولة. إحنا تحت أمر معاليك يا فندم. تعرف تصور لي سميحة شريف شوية صور وهي في حومتها؟ تلميذ معاليك يا فندم. وتسيبوا الصور دي تتسرب بطريقة طبيعية لرجالة الحزب. ساعتها هقدر اضرب انا ضربتي التانية اللي تخلص على سمعة الزعيم وخطيبته. Thank you.
العاصمه ديت مش دي سميحه هانم شريف؟ ايوه هي صورها جوه العوامه. يعني ازاي ده حصل؟ عمرها ما قالت لي انه في حد صورها في العوامه. ده مفيش حد بيروح هناك غيري. لا يا باشا في كتير. واللي صور الصور ديت مجموعه من شبان النادي الاهلي. انا مستعد اجيبهم يحكوا لك على كل حاجه. انت بتقول ايه؟ يا باشا الست اللي بتكون حبيبها بتكون راجل واحد. لكن ما يكون حبيبها ده زعيم الأمة تبقى بتكون الملايين، بتكون مصر بحالها. يا رجل ما قالتليش إن حد صورها. الصور دي ما خدهاش مصور واحد. لاحظ فساتينها؟ إشي صيفي وإشي شتوي، يعني اتعملت في جميع أوقات السنة. حلوة قوي مدام سميحة. صحيح يا مدام مارجو؟ اه بكرة الناس كبار تشوفك تيجي مبسوطين منك كتير. احنا عاملين حفلة صغيرة خالص. الزعيم هو اللي طلب كده، مش أكتر من 10 تنفار. واحد بيقول إن اسمه درويش باشا، جاي من طرف دولة الزعيم. درويش باشا؟ غريبة. طب قولي له إن أنا نازلة حالا. حاضر. خير يا باشا. الحقيقة دولة الزعيم كلفني أحمل لعصمتك تحيته واحترامه. متشكرة. وإيه كمان؟ دولة الباشا يعني بيبلغك يعني أسفه الشديد. أسفه؟ على إيه؟ لأنه يعني مضطر إنه يفسخ الخطبة. مش فاهم. قلت إيه يا باشا؟ الباشا آسف لأنه مضطر إنه يفسخ الخطبة. سميحة الشريف أصبحت في نظر الناس سميحة بلا شرف. ذنبها إيه عايز أعرف؟ ذنبها إن الراجل اللي حبته الملايين اختارها هي علشان يحبها. لكن مين اللي ورا حملة التشهير دي؟ مفيش غيره. عوني حافظ. لكن سميحة غلطانة. غلطانة لأنها أخذت موقف سلبي. سكوتها هو اللي شجع الجبن ينهشوا في عرضها. مش ممكن نكسب معركة بالتراجع. عشان نكسب لازم نهاجم. كان لازم سميحة تقتحم كل الأبواب لحد ما توصل للزعيم وتثبت له إنها بريئة. حتى ما صدقهاش من واجب المظلوم إنه يصرخ، يزعق، يقلق الظلمة. سميحة الشريف دي ممكن تكون أنت. ممكن تكون أنا. ممكن تكون أي إنسان بريء مظلوم في أي مكان. إحنا لازم نقف جنبها. صحيح هنبقى 3 في مواجهة الملايين، لكن بكرة نبقى 4 و5 و10 و1000 ومليون. دفاعك عن سميحة شريف دفاع عظيم، لكن للأسف القضية خسرت. يا فندم إحنا واجبنا إننا ندافع عن الحق، وأنا متأكد من براءة سميحة شريف. إمبارح كنا في سرايا درويش باشا. وكان موجود عدد كبير من الأعضاء وكلهم بيؤكدوا عدم براءتها. نشر دفاعك ده يخلق حالة توتر بين الزعيم والأعضاء ويدي فرصة للحكومة للقضاء على المعارضة. لكن أنا أعتقد إن براءة إنسانة مظلومة فوق كل اعتبار. لا يا محمد، السياسة مش كده، وأنت لسه شاب، مش ممكن يكون حكمك مظبوط في حالة خطيرة زي دي. يا فندم أرجوك إنه أنا آسف يا محمد، أنا اللي أرجوك، ما تفتحش الموضوع ده ثاني مرة. بيت عون باشا حافظ وزي العادة دخل من الباب الوراني وقعد ساعة وخرج من الباب الوراني كمان. وحارس الوزارة شافوه؟ طبعا يا ست هانم، وكل مرة بيشوفوه بيضربوا له سلام كمان. طيب حضر لي العربية يا استاذ. حاضر. ما شاء الله يا نجوى ما شاء الله،
ده انت كبرتي. بقالي 10 سنين ما شفتكيش. زمان وانت صغيره يا ما قعدتك على رجليا دول وبوستك. كنت لسه صغيره يا عم. دلوقتي مش من حقي ابوسك، جوزك يزعل وانا ما بحبش ازعله، خصوصا بعد الاخبار العظيمه اللي قلتها لي عنه. بس الحقيقه يا عمي ان كل الجهد اللي بيبذله جوزي عشان يوفق بين القصر والشعب بيروح حاضر. ازاي؟ في عضو في حزبكم على اتصال سري بالوزاره وبيكشف لهم كل اللي بيدور في الحزب من خطط. في الحزب عندنا؟ مش ممكن. لا ممكن. تعرف يا عمي المثل الشعبي اللي بيقول دود المشي منه فيه؟ اهو الدود ده بقى موجود عندكم. ممكن اعرف مين هو؟ لا ما اقدرش اقول اكتر من كده. الاخبار دي انا عرفتها عن طريق جوزي وخدت انه ينطرد من وظيفته. يا نجوى انت بتقدمي خدمه للبلد. ممكن اعرف اسم المجرم ده مين؟ اقسم لك ان مفيش حد هيعرف ابدا مين المصدر. قولي يا نجوى انت بنتي والبنت ما تخبيش حاجه عن ابوها. بالعكس البنات دايما يخبوا اسرارهم عن ابهاتهم لكن ما يقدروش يخبوها عن حبايبهم. عندك حق، عندك حق. انا سعيد جدا بهذه الثقه. انا عايز اقابلك بعيد عن هنا انت وفي اقرب فرصه. ما تستعجلش يا دود. ما استعجلش ازاي؟ يا الوقت اتاخر قوي، انا لازم اروح. باي باي. استني، ما قلتليش على الراجل اللي بيوقع ما بين القصر والحزب. انت راجل خطير، خليتني اقول لك على اسرار خطيره. ايوه، مين هو ده؟ محرر في جريده الجهاد. اسمه ايه؟ اسمه نسيت. على كل حال هو بيروح كل يوم اربع الساعه 5 بعد الظهر لبيت عوني باشا حافظ وزير الداخليه. ايوه، وبيدخل من الباب اللي وراني، باب الخدامين. كل يوم اربع الساعه 5 بعد الظهر. تصور، كل يوم اربع الساعه 5 بعد الظهر. باي باي يا دودو. مجرم الندل. الله، استني. اتفضل يا معالي الباشا. اتفضلي. سكنك جنب عوني حافظ هو اللي جايب لك الدوشه دي. يا فندم انا في خدمتكم. الاستاذ عبد العزيز عضو بارز في الحزب معانا. انا تحت امركم. استاذن انا يا معالي الباشا عشان تبقوا على راحتكم. اتفضل. انست وشرفت يا معالي الباشا. انست وشرفت. انست وشرفت. وصل. حسن صور بسرعة، صور كتير يا حسن لغاية ما يدخل. هتعمل في ايه الكلب ده؟ هطلب من الزعيم انه يجمع مجلس ادارة الحزب واقدم لهم الصور وانسفه. اي خدمة تانية يا باشا؟ لا يا حسن، تقدر تروح انت عشان تحمد الصور بسرعة. امرك يا باشا. مع السلامة. ايه ده؟ القهوة يا معالي الباشا. متشكر متشكر. اي خدمة؟ لا اتفضل انت شوية عن اذنك. تعالي بقى يا نوجة نحتفل بافكارك المدهشة دي. هنحتفل فين؟ في شاليه في الهرم، كلفني كتير قوي عشان خاطرك. انا وعدتك ان الاحتفال هيكون بعد ما يصدر القرار بفصل المجرم ده. طب اخد حاجه على الحساب. الحساب كله هدفعه مره واحده. بس شد حيلك انت ونفذ الشروط. باي باي يا دودو. اي خدمة يا باشا؟ ها؟ لا متشكر. القهوة يا معالي الباشا. اشربها انت. انا لسه شرفت يا معالي الباشا. اجتمع مجلس ادارة الحزب برئاسة الزعيم وقرر فصل محمد عبد الكريم فورا من عمله في جريدة الجهاد وتحريم دخوله بيت الامة او النادي السعدي واختار جميع لجان الحزب بهذا القرار واسبابه ومنع اي جريدة او مجلة من صحف الحزب ان تستخدمه في اي عمل من الاعمال وحرمانه من اي مكافأة او من قبض مرتبه ومستحقاته. انا اللي حاولت اقتل عوني حافظ واتهم ومن مين؟ من احب الناس ليا
الجاسوس وبني الاسرار الحزب. وقال ايه كمان؟ خدوا لي صور وانا بسلم التقارير السريه باليد العوني حافظ. حكموا عليا بالاعدام من غير ما يدوني فرصه الدفاع عن نفسي. عايز اصرخ لكن الظلم سد حنجرتي. عايز اضرب واكسر لكن الظلم خلاني من غير دراعين. محمد، انا لومت سميحه شريف لانها كانت سلبيه وما دفعتش عن حبها. انا مش ممكن اسكت، انا لازم اقول الحقيقه، لازم اقول انك بتخش بيت عوني حافظ علشاني انا. ايوه، عشان تبقى فضحتك على كل لسان. انا ما يهمنيش الفضيحه، كل اللي يهمني انت يا محمد. مستعد اضحي بكل حاجه علشانك. وانا لا يمكن اشتري براءتي من فضيحه الانسان اللي حبيتني وانقذت حياتي وخبت المسدس اللي كنت حاقتل بيه جوزها وساعدتني اني احصل على الوثائق. تبقى ندالة لو كافئتك على حبك بفضحتك. الزعيم كان بيصلي الجمعة اللي فاتت وختم صلاته وهو بيدعي: اللهم انتقم من الظالمين، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الطغاة، اللهم ارحمنا من هذا الليل يا أرحم الراحمين. العافية. يعافيك يا حبيبي. مالك يا محمد؟ ما تحملش هم يعني، ربنا موجود. النهاردة أنا بعت للحاج رمضان علشان يشوف السرير النحاس بتاعه ويشتريه. سرير إيه ياما بس؟ والسرير ده يعني هيجيب إيه؟ ثم أنت هتنامي على الأرض. يمكن ما تصدقنيش يا ضنايا لو قلت لك إن الرطوبة اللي ماسكة في ظهري دي ما جتنيش إلا من نومتي على السرير. الظاهر إن الفقراء اللي زي حالتنا ما بيرتاحوش إلا على الأرض. ايه ده؟ ده ابوك. العيال الله يجازي شطانهم مش عاوزين يسيبوه في حاله ابدا. طب وانت ليه اما سبتيه يخرج لوحده؟ وهو بينطق ولا بيقول رايح فين حتى؟ ماشي يا باشا، ماشي ماشي يا واد انت هو. يلا من هنا. ايه ده؟ تعالى تعالى يا ابو محمد، تعالى تعالى تعالى. انت بس ايه اللي خرجك؟ انا فينا الله يجازيكم يا عيال، مش تسيبوه في حاله بقى. الله يا شياطين. مسكت لهم ليه يا ابا؟ مسكت لهم ليه؟ رد عليا يا ابا، انا ما بستحملش سكاتك ده، ما بستحملوش. مش كده مش كده يا محمد. الله سيبه بقى سيبه، ده ربنا هو الشافي يا ابني. خد اشرب يا ابو محمد اشرب. ايه ده؟ مين ده كمان؟ النص حنفي يا عبد الكريم. مين عايزه؟ هو لكن فين؟ ايه الحكايه؟ عندنا شكوى من سكان الحي انه مجنون وخطر عليهم. حرام عليكم، هو مين كان خالص؟ خليك انت يا ماما عبود، خليك يا عبود. طب لحظه، انا مستعد اخده واجيبه معايا ونروح سوا للدكتور يكشف عليه. يا فندي دي اوامر عليك. هتعملوا ايه؟ لحظه واحده، لحظه واحده، عليكم لا عليكم يا Thank you.
الخير. صباح النور يا ست هان. انا عايز اقابل محمد. ابني محمد. حاضر، عن اذنك لحظه واحده. انا اسمي زبيده. عاشت الاسامي يا ست هان. عايزاني انا؟ ايوه، وبتقول اسمها زبيده. زبيده؟ اه. طب خليها تتفضل. تتفضل؟ واحنا حتى فين يا ابني؟ ده احنا ما عندناش ولا كرسي سليم. معلش، هي عارف حالتنا. على قهوة المعلم وهدان، أستلف منه كرسيين وفنجانين قهوة وشوية بن. أهلاً وسهلاً. محمد. أهلاً يا زبيدة. أمي. لا يا ست هان، وأمي أنا كمان. تصوري عايزة تروح تستلف كراسي من القهوة نظيفة عشان نقعد عليها؟ أنا أقعد على الأرض ما دام معاك يا محمد. كل يوم بستناكم ما بتجيش. أنا بهرب من نفسي يا سبيدة. أنت ما بقتش محمد اللي أعرفه. عندك حق. أنا بقيت محمد المهزوم. المظلوم. أنا خلاص فقدت كل رغبة في الصراع. فيها كنت بعتبره ملكي، كل انسان فيها كنت بعتبره اخويا او ابويا. الوطن قيمته في ان الانسان يحس فيه بالحب، بالعداله، بالحمايه. انما لما كل ده يضيع، الانسان يحس فيه بالغربه. عشان كده قررت اسافر بعيد.
سيبني يا محمد. اقسم لك ان مش ممكن حاجه تفرق بيننا الا الموت. انا هسيب امي في رعايتك. انت عارفه انا بحب امي قد ايه. عاوزك تديها كل شهر اي حاجه تصرف منها على نفسها وتدفع مصاريف المستشفى لابويا لحد ما تحصلني. انا يا محمد. وانت هتحصليني وحياتك يا زبيدة. هفضل مستنيكي كل لحظة. محمد دي بوسة وداع يا محمد. عمر ما هيكون في بينا وداع. هفضل احبك. احبك. حتى ما اموت. أنا جاية لك يا باشا مش كزعيم للمعارضة ولا لأنك قسم الجوز. أنا جاية لك كإنسان. دولتك أصدرت قرار بفصل محمد عبد الكريم لأنه بيدخل كل يوم بيت وزير الداخلية. أيوه، وفي أعضاء من الحزب شافوه بعينيهم وهو بيدخل بيتكم وصوروه. أنا حققت في المسألة دي بنفسي. أنا قاضي يا هانم قبل ما أكون رئيس حزب. محمد عبد الكريم ما بيجيش علشان يقدم تقارير، بيجي علشان يقابلني لاني بحبه. انا عارفه انك بتحتقرني لاني زوجه خاينه لجوزها، والزوجه الخاينه ما بيتاخدش بشهادتها. لكن انا شفت من واجبي اني لازم اقول الحقيقه. ايوه، بس لما اتسال ما قالش حاجه من دي. لانه مرضيش يفضحني وفضل انه يفضح نفسه. انا مستعده دلوقتي اكتب لك اني حبيبه محمد عبد الكريم، ومن حقكم تستعملوا الاعتراف ده ضد جوزي لانه هو بيحاربكم باحقر الاسلحه. لا يا بنتي، انا ارفض انك تكتبي الكلام ده. انا مش ممكن الوث ايدي باستعمال نفس الاسلحه اللي بيستعملها خصومي. محمد عبد الكريم اللي حكمت عليه بالاعدام يا باشا ارتكب جريمه واحده، انه حاول يدافع عن سميحه شريف اللي انت بتحبها. جريمته انه قدر يعرف ان كل الاتهامات اللي اتقالت عن سميحه شريف اكاذيب لفقها جوزي، وان الصور اللي اتقدمت لك صورها واحد من رجالته قدر يتنكر ويشتغل في العوامه بتاعت سميحه هانم. جوزي اعترف لي بكده لانه قدر يسرب الصور علشان توصل لحزبك. أنا رحت لسميحة هانم وحكيت لها على كل حاجة علشان تيجي تقابل دولتك، ولكن ما رضيتش. مستحيل مستحيل. الحقيقة في الزمن ده هي اللي بقت مستحيلة. قتلوها وقتلوني معاها، ودلوقتي بيقتلوا شاب بريء آمن بيك وبيها. أنا هلغي القرار. أنا مش ممكن أظلم بريء. أنا هبعت له يجي يقابلني وهعتذر له بنفسي وهرجع له اعتباره. أنا متشكرة أوي يا باشا، بس أرجوك ما تقولش إني جيت هنا لأني وعدت محمد ما أعملش كده. مع السلامة يا بنتي.
كريم الصحفي؟ ايوه هو. طيب لو سمحت قول له سكرتير الزعيم. ولقد تصور الطغاة أن موت محمد عبد الكريم هو نهاية الكفاح ونهاية المطالبين بالخلاص من جحيم عذابهم وسياط جبروتهم، وظنوا أنه بمقدرتهم طمس الحقائق، وأن الحياة بعد ذلك أصبحت لقمة سائغة في أفواههم. ولكن دماء الذين استشهدوا من أجل أن تعيش الحقيقة ومن أجل أن تعيش مصر ظلت تغذي هذه الأرض لتنبت مزيدا من الأبطال، ولتشرق شمس الحرية دائما على أرض مصر.